لماذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحلق شعر المولود في الأسبوع الأول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة أكثر من رائعة، يعني بصراحة لما قرأت الموضوع ده كنت في منتهى الفخر إني راجل مسلم وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا كلنا عارفين وكلنا عندنا أولاد ونعرف كويس جدا إن يعني من بعض العادات إن إحنا بنحلق شعر المولود في الأسبوع الأول، لكن في ناس كتير ما تعرفش يعني إيه السبب. هي بتعمل كده اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما تعرفش إيه سبب إن المولود بنحلق له شعره يعني أو كده. المعلومة دي يا جماعة بيقال يعني العلماء لاحظوا طبعا في الأول قبل ما نتكلم في الاكتشافات الحديثة، الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا وزي ما وصى السيدة فاطمة في ولادة الحسن. لما اتولد الحسن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للسيدة فاطمة احلقي شعر الحسن وتصدقي بوزنه فضة، يتحلق شعر المولود ويتجمع ويتوزن وبقيمة الوزن ده يتصدق يعني على الفقراء والمساكين، يعني مع وجود العقيقة اللي هو الذبح اللي احنا بنسميه العقيقة، يعني ان بيذبح عن الولد شاتين او خروفين يعني زي ما احنا بنقول، والبنت شاة واحدة او خروف واحد يعني. اللي بيقدر بيعمل واللي ما بيقدرش يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن الحكمة ايه بقى من الكلام ده والمعلومة الاكتر من رائعة لما العلم الحديث اكتشف الكلام ده؟ بكل صدق يا جماعة، فعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. الرسول عليه السلام مش بيتكلم من عنده، ده كلام رب العالمين والوحي اللي بيوحى له. الموضوع ان الشعر، شعر المولود بيكون فيه آثار من رحم الأم، اللي بيكون الجنين في بطن أمه مغطى بطبقة شمعية يعني أو تكاد تكون زي الشمع يعني كده، علشان تحمي فروة الرأس من البيئة اللي هو فيها أو الجو اللي هو فيه في بطن الأم. يعني ربنا بيحافظ على الجنين في بطن الأم بوجود طبقة فوق رأسه يعني، ونتيجة الجو اللي هو فيه أو المحيط اللي هو في بطن الأم بيكون المولود لما بيخرج خارج بطن الأم الطبقة دي بتحميه من التقلبات الجوية والجو الخارجي للرحم يعني. فالعلم اكتشف إن الطبقة دي لو ما شالوهاش في خلال الأسبوع الأول أو يعني ما اترفعتش من على الرأس في الأسبوع الأول، وطبعا مش ممكن تترفع من على الرأس أو تزال من على الرأس إلا بحلاقة الشعر. يعني لازم يحلق الشعر من على رأس الجنين علشان الطبقة اللي هي فوق الرأس دي لما يزال الشعر بيفتح مسامات الرأس وبصيلات الشعر اللي هي الضعيفة بتقوى وبتنتج شعر، بينتج يعني في رأس المولود شعر أقوى. كمان من ضمن الحاجات دي بتفتح مسامات الرأس للسمع والبصر والأجهزة اللي هي أجهزة الجسم إن هي تشتغل بكل قوة، وكمان الشعر اللي هو الناتج الجديد أو اللي بينمو جديد بيكون أقوى من الشعر اللي هو تم حلاقته. يعني لو ما اتحلقش الشعر ده، شعر المولود في الأسبوع الأول، مش بيكون في مجال انه يكون في الفايدة اللي هي بتحدث. يعني كمان فايدة دينية ان بوزن الشعر ده لما بيتوزن وبيتصدق اهل المولود بقيمته للفقراء والمساكين بيكون فيها زي حالة اجتماعية جميلة وعدم الحسد وعنان مع العقيقة بيكون مع الصدقة اللي موجودة للفقراء في لحوم العقيقة وكده، بيكون فيها نوع من
انواع التعاون الاجتماعي او الانساني او كده، بتعمل زي ما يقول ايه عدم حسد، الناس تبارك وتبقى مبسوطه وكل الناس تكون سعيده بالمولود وكده، فينشأ ترابط قوي. ويا رب تكون بس معلومه مفيده، ونعرف قد ايه الدين الاسلامي تعدى حدود الزمن. يعني الكلام ده من آلاف السنين والعلم لسه بيكتشف الحاجات اللي هي سواء إذا كان دي أو غيرها، العلم بيكتشف الحاجة بعد آلاف السنين. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيكون أوحى بها لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أتمنى يكون الفيديو أفاد حضراتكم ويكون في معلومة جديدة، وإن شاء الله يكون لنا فيديو قادم بإذن الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.